وزير المالية يعلن عن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي. مصر وروسيا تتفقان على تنفيذ اتفاقية المشاركة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. اليابان تصادق رسمياً على اتفاق المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. أنا أحمد بشتو، مشاهدينا أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنا خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة. وقال معيط إنه من المتوقع أن يتم تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة لفائض أولي بنسبة 1.1% وخفض في العجز الكلي بنحو 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا. ومشيرا إلى تراجع نسبة البطالة إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر من عام 2020. في موسكو وقعت مصر وروسيا على محضر اجتماع الدورة 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وذلك في ختام فعاليات الدورة التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو. ترأس الجانب المصري وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعن الجانب الروسي دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة. وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الجانبين أكدا على استعدادهما لبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاقية المشاركة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي على دراسة بلاده توسيع المشاركة الصناعية مع مصر، وبصفة خاصة في مجال تصنيع وتجميع السيارات.
في هذا الإطار عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة محمد عبد الكريم عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش اجتماعات الدورة 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة في العاصمة الروسية موسكو. وخلال لقائه مع ماكسيم رومانوف نائب المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في مركز سوكولوفو للابتكار ورواد الأعمال، تمت مناقشة سبل التعاون مع الجهتين في مجال الابتكار ورواد الأعمال ونقل تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للصناعات المختلفة والمدن الذكية. وللنقاش تنضم إلينا حالا المحللة الاقتصادية وخبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس. أستاذة حنان، يعني هذه الاجتماعات تأتي ربما بعد نجاح الدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة المصرية الأوراسية قبل يومين. اللافت في هذا الأمر هو سرعة إيقاع العمل، هناك اجتماعات تنفيذية تمت بالفعل، وهذا ما يبشر بسرعة إيقاع التنفيذ أيضا، أليس كذلك؟ تمام يا فندم. طبعا العلاقات المصريه الروسيه ليها شان قوي جدا، وكل يعني في تعاونات في مجال اقتصاديه او مجالات عسكريه بتبقى ليها شان عند الشعب المصري وكمان عند الشعب الروسي. طبعا في اواصر تاريخيه ما بين الشعب المصري والشعب الروسي بيتعلق طبعا بموضوع السد العالي والعديد من المشروعات المشتركه، حتى ان مصر لما نوعت الحلفاء في الفتره الاخيره روسيا بقت من ضمن هؤلاء الحلفاء اللي هي بتضع فيهم ثقتهم. طبعا احنا عارفين الاقتصاد الروسي بينمو نمو مطرد، وبتحاول مصر الاستفادة من كل التجارب الموجودة حوالين العالم لدعم التجربة المصرية الاقتصادية اللي تمت في فترة الإصلاح الاقتصادي اللي أدت إلى يعني طبعا إنجازات كبيرة بتعد من وسط 7 سنوات من إنجازات من عمر رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذة حنان، هناك يعني مجالات محددة تم الإشارة إليها، الابتكار رواد الأعمال، نقل تكنولوجيا الثورة الصناعية، المدن الذكية وابتكاراتها وطرق تنفيذها. إذن بالإضافة للمنطقة الصناعية الروسية الموجودة حاليا والتي تنشأ في محور قناة السويس، وهناك أيضا خبرات روسية ستنقل في مجال تصنيع وتجميع السيارات في مصر، هناك إذن العديد من المجالات التنفيذية سنراها روسيا في أرض مصر. تمام. يعني في الفترة القادمة كمان تعاونات نووية، احنا عارفين موضوع الضبعة اللي بقاله فترة طبعا لزيادة موضوع الطاقة والاستخدام بدائل الطاقة اللي هي الأقل تكلفة للنهوض بالمناطق النائية وتوفير لها كل السبل لحياة كريمة للمواطن. طبعا احنا كان في جدل من مخاوف من استخدام مثلا حاجة زي الطاقة النووية، ولكن بالتعاون مع الجانب الروسي ابتدى يبقى في نطاق آمن، وابتدينا فعلا ان احنا نعمل مشاركات في العديد من القطاعات والعديد من الصناعات، وده طبعا في دعم الصناعة المصرية، لان لما بتستفاد من خبرات سبقتك بفترة في هذا المجال فمعناها ان انت تبتدي من حيث انتهى الاخرون وليس من حيث ابتدى الاخرون، فهي علاقات اقتصادية موفقة ان شاء الله. اللافت ان ما يحدث الان هو في ظل ربما مشاكل يعيشها الاقتصاد الروسي يحتاج خلالها او لحلها لايجاد منافذ اقتصادية واستثمارية مختلفة خارج أراضي روسيا، وليس الآن أفضل من الاستثمار في مصر، ذا صاحب العائد السريع، صاحب الخبرات الجيدة وصاحب الإمكانيات الجيدة أيضا في الطرق ومحاورها. كلام حضرتك طبعا مظبوط. طبعا في بعد جائحه كورونا ابتدت العديد من الدول ان هي تنوع في فتح اسواق جديده ومصادر جديده للاستثمار يعني لمواكبه خطوات التنميه. مش هيبقى في عندهم افضل من مصر، احنا عندنا مشاريع متواجده على كافه المناحي الاقتصاديه، وممكن ان هم عن طريق التنميه الشامله في مصر الفتره الحاليه ممكن هم يستفادوا من الاسواق المتواجده في مصر. طبعا معروف ان عدد السكان عدد مرتفع والاستهلاك استهلاك مرتفع، فأي سلعة أو أي منتج هيتم يعني التعاون ما بينهم وبين مصر في يعني تسويقه هيبقى موضوع في غاية السهولة. إلى جانب أن كان في برضو اهتمام من الجانب المصري ومن الطلبة المصريين على التواجد والاستفادة من الخبرة الروسية والجامعات الروسية في التعليم الفني والتعليم التكنولوجي، وده طبعا بيبقى نوع من التبادل الثقافي ما بين الدولتين. يعني هو
مش تبادل اقتصادي فقط ولكنه تبادل اقتصادي وتبادل ثقافي وتبادل كمان للخبرات السياسية والاجتماعية. أستاذ حنان، في سياق آخر وزير المالية دكتور محمد معيط أشار لمؤشرات اقتصادية جيدة جدا على مستوى النمو، على مستوى تحقيق فائض أولي، على مستوى تراجع نسب البطالة. أكده أيضا تقرير صدر عن البنك الدولي قبل يومين، أكد أن نسبة النمو الاقتصادي المصري سترتفع فوق 5% في الفترة المقبلة. إذا نحن أمام ربما مؤشرات اقتصادية داخلية مصرية تؤشر الآخر في خارج مصر أن هناك نمو جيد يستحق أن يكون هناك استثمار بجانبه. الموضوع ده طبعا أثار اهتمام المستثمرين حوالين العالم، هم شايفين ان العديد من الدول يعني يدوبك هيحقق معدلات نمو تخش في ناطق الإيجابي بعد ما كانت يعني محسوبة بالناطق السلبي. طبعا الإشادات هي إشادات دولية بالاقتصاد المصري اللي في ظل جائحة كورونا ما كانش مغلق غلق شامل، كان فيه غلق جزئي، واستمرنا في مشاريع البنية التحتية وتحسين الطرق، واستمرنا في انتهاج سياسة جيدة في العديد من القطاعات زي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة والتشييد والبناء وقطاع التعليم والتعلم عن بعد وتكنولوجيا المعلومات. كل دي أدت إلى أن مصر كان في إشادة بيها بمعادلات النمو. طبعا لا، إحنا أخذنا خطوات استباقية قبل جائحة كورونا تتعلق بالإصلاح الاقتصادي اللي انتهج من 2016 اللي أتى بثماره الجيدة في خلال الفترة القادمة، وشايفين كمان أن إحنا هنجني هذه الثمار من إشادات دولية وتصنيفات ائتمانية مرتفعة، بل أن في الفترات القادمة قدوم لاستثمارات أجنبية متعددة في العديد من الأنشطة الاقتصادية المتواجدة في مصر. طيب أستاذ حنان، على مستوى أداء سوق المال المصري طوال الأسبوع الماضي، شهدنا يوم الأربعاء إطلاق مؤشر جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، شهدنا أيضا ربما تذبذب كبير في حركة المؤشر. كيف سيؤثر هذا المؤشر الجديد على أداء السوق، وكيف ومتى سنرى أداء المؤشر مستقر في المنطقة الإيجابية؟ طبعا هنوه ان مؤشر تميز ده خاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه المتعلقه ببورصه النيل، وهو هيتحسب على اساس 8 شركات مبدئيا، الوزن النسبي للشركات 35% مؤقتا، وهو مؤشر يعني يفيد في استخدامه المحللين الماليين لانه مؤشر مالي يعتمد على التدفقات النقديه. طبعا افتتاح دوله رئيس الوزراء لجلسه التداول يوم الاربعاء كان ليها مردود جيد جدا على سوق الاوراق الماليه، اللي هو اختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع لكافة المؤشرات بنسبة تتراوح ما بين 4% إلى 1.36%، وارتفاع في قيم التداول وصلت لغاية أكثر من 20 مليار جنيه في جلسات الأسبوع، وارتفاع كمان في رأس المال السوقي. امتى بقى المؤشر الرئيسي للبورصه اللي هو بيقيس اداء الاسهم القياديه يبتدي ان هو يتحسن اداؤه بعد ما كان اداؤه سيء لمده اكثر من 3 شهور وكان تحت منطقه ال 10,000 نقطه، كنا بنتكلم كمان في هبوط لغايه 9,400 نقطه، هو الدعم المؤسسي. احنا شفنا المؤسسات لما ابتدت تعمل حركه شرائيه جيده بضخ سيوله قويه ابتدى المؤشر يسترد عافيته نوعا ما، وابتدت الاسهم القياديه ترتفع تدريجيا، وابتدى المؤشر يبقى فوق ال 10,200 نقطه. كان ممكن ان هو يستمر في هذا الاتجاه الصاعد بسيوله قويه. طول ما بيبقى فيه اهتمام من قبل المتعاملين بالاخبار الايجابيه تتعلق بنتائج الاعمال، واهتمام حكومي بالبورصه المصريه كمصدر جيد من مصادر التمويل منخفض التكلفه، كل ما هتعرف ان البورصه دي مؤشراتها ترتفع تدريجيا، وهنبتدي نشوف المؤشر الثلاثيني عند نقاط قياسية لم تصل إليها من قبل. المؤشرات الفرعية بسبب تعامل الأفراد فيه وبسبب التذبذب في الأداء لأنهم بيعتمدوا على الأدوات المتخصصة في التعامل زي المارجن والكريدت والتعامل في ذات الجلسة، ده اللي بيخلي أداء المؤشرات هو أداء متذبذب، ولكن هي طبعا بنراهن على هذا المؤشر لأن الأفراد في الفترة الحالية شايفين أن هم محبزين للاستثمار في البورصة، وشايفين أن هو ممكن يبقى فيه طفرات سعرية قادمة إن شاء الله، ولكن في الفترة القادمة بنراهن كلنا على المؤشر 30 هو يوصل لنقاط قياسية يستعيد بيها نشاطه الصاعد مرة أخرى. نترقب إذن هذه الفترة المقبلة. أشكرك ضيفتنا الأستاذة حنان رمسيس المحللة الاقتصادية وخبيرة أسواق المال. إلى فاصل قصير نواصل بعده هذه النشرة الاقتصادية، كونوا معنا.
إلى شأن آخر، فقد أبلغت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق. وقالت لاغارد للزعماء وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات إن المنطقة ما زالت تحتاج لاستمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة كورونا ندوبا دائمة بها، ومشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من عام 2022. وتدخل حزمة المساعدات التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي حيز التنفيذ خلال أسابيع، وتبلغ قيمة حزمة المساعدات نحو 750 مليار يورو للتعافي من تداعيات جائحة كورونا. حزمة مساعدات للدول الأعضاء أقرها الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بقيمة 750 مليار يورو للتعافي من تداعيات كورونا باتت قيد التنفيذ، حيث تتم عمليات الصرف خلال أسابيع. المفوضية الأوروبية أوضحت أنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي، مشيرة إلى أن بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض، كما تعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي يتم الموافقة عليها. كانت المفوضية قد منحت ألمانيا وإيطاليا الضوء الأخضر لبدء صرف مخصصاتهما من أموال حزمة التعافي، وتصل القيمة الإجمالية لمخصصات البلدين إلى 200 مليار يورو. وتعتبر خطة تعافي إيطاليا الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو، وتستهدف إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضربت جائحة كورونا البلاد بشدة خلال العام الماضي. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المفوضية أيدت خطة الإنعاش الاقتصادي الفرنسية البالغة 39 مليارا و400 مليون يورو، مشيرة إلى أنها ستسرع التحول الأخضر والرقمي لفرنسا بأكملها. وما زال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة، ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو. بهذا وصلنا لختام نشرتنا الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. طبتم بخير وإلى اللقاء.